ترغب الكثير من النساء في الحصول على شعر صحي ينمو بشكل أسرع عن طريق مجموعة من الوصفات البسيطة والطبيعية التي تقضي على خطر التساقط والتقصف والتلف. وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية لنمو الشعر بشكل أسرع. 1- تناول اللوز. يستخدم اللوز في تسريع نمو الشعر، فهو يحتوي على مجموعة من البروتينات والحديد وفيتامين ه، وجميع محتوياته من شأنها تسريع نمو الشعر والأظافر وتقويتها. 2- حليب جوز الهند. يحد جوز الهند من تساقط الشعر ويسرع من إعادة نموه، ويعمل أيضاً على ترطيبه وتغذيته بشكل فعال، ويمكن الحصول على حليب جوز الهند من خلط الماء الموجود في الفاكهة ولبها. 3- تمشيط الشعر. تمشيط الشعر وإزالة التشابك برفق، تدليك فروة الرأس بلطف، فيعمل ذلك على تدفق الدم وإطلاق الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ويترتب عليه تحفيز نمو الشعر بطريقة صحية. 4- تسريحة الشعر. الاعتماد في كثير من الأحيان على تسريحة ذيل الحصان فهي التسريحة المثالية للسماح للشعر بالتنفس بطريقة صحيحة، وجعله ينمو بشكل أسرع. 5- تجنب الإسراف في استخدام الشامبو. استخدام كمية صغيرة من الشامبو ثم تدليك فروة الرأس بها يساهم في نمو الشعر بشكل أسرع، أما إذا تم استخدامه كثيرا يتسبب في مهاجمة وإتلاف ألياف الشعر.